سهل اتفضل هو يا هو كابتن حازم، يعني انا مع كلام كابتن وليد يعني، بس هو في المباراه ديت نازل يعني لازم يبقى انت في اسلوب هجومي عندك، فاسلوب هجومي ده لازم يعني المباراه الستارت بتاعك وهنا في مصر ونيجيريا كسبه كمان 2 بالظبط كده، فلازم يبقى الاسلوب. هو حتى وضح في الكلام بتاعه ان هو في الاول الفكر او الاسلوب اللي هيلعب بيه 4-3-3، وحسب متغيرات المباراه ممكن يقلب ان ممكن يقلب يبقى 4-5-1. فبالتالي الخمسة اللي في قلب الملعب دول ممكن يبقى ليهم دور هجومي، مع ممكن لو لاعب باسم او زكي او احمد حسن سيان اي حد فيهم يلعب كراس حربة كمحطة قدام، ممكن عندهم بقى اللي في نص الملعب دول هل عندهم هيزود في القدرات الهجومية بتاعتهم، ممكن 2 أو 3 في الاول اسلوب الهجومي بتاعهم، ممكن 1 في قلب الملعب او 2 مدافعين وبرضو الثلاثة التانيين يبقى فيه اسلوب هجومي ليهم. انا شايف ان هو برضو ايه عايز يوصل ان هو هيبدا المباراه باربعه ثلاثه ثلاثه، هو ده يعني انا ده الفكر بتاعه، لكن هو حسب المباراه نفسها ومتطلباتها. كابتن وليد قال لنا شكل هو مقتنع بيه، انت شايف الشكل اللي بكره اللي يلعب بيه؟ اكيد انت متابع برضو طبعا الدنيا في مصر عامله ازاي واللعيبه والدوري. تمام، انا شايف ان برضو يعني انا يعني في مثلا امبارح سيد معوض مثلا كان بيتكلم على ان احنا في مصر يبقى لاعب حسين امام باك رايت وحط فتحي في نص الملعب، ان ماتش في مصر وعايز اهاجم يعني كان برضو من ضمن الافكار يعني. يعني انا يعني ما هو برضو يعني مع كم لعيبه ان هو ممكن يقدر يشكل زي ما هو عايز، لكن في اسلوب دلوقتي انا نازل عايز اكسب، فبالتالي يعني مش هيكسب يفتح بقى الخطوط وكده، لا يبقى في ان انا في توازن بين الخطوط وبين بعضها. يعني مثلا حازم برضو في الطابع الهجومي، ما ده اللي انا بقول عليه، لو لعب 4-3-3 فلازم برضو القدرات الهجوميه الناس اللي حاططها في نص الملعب عندها زي حازم كده، ان هو مثلا عنده القدره الهجوميه ان هو اسلوب الهجومي بتاعه تمام. فانا يمكن مش هختلف كتير مع وليد صلاح، انا شايف ان هو لو لعب بحازم او محمد عبد الشافي عندهم حازم يعني انا شايف حازم يزيد شويه عن محمد عبد الشافي في الناحيه اللي هي الهجوم. يعني قصدي مش فتحي باك يمين، حضرتك تحط حازم امام باك يمين بالظبط، حازم وعبد الشافي ناحيه الشمال. فانا شايف برضو احمد فتحي ان هو ممكن نزقه في نص الملعب، يعني ده برضه وجهه نظري انا يعني. لكن هي مدير فني كل واحد ليه وجهه نظر بالظبط كده يعني بتختلف وجهات نظر، بس يعني انت المباراه زي كده هي دي البدايه، المشكله ان هي دي البدايه بتاعتك، فبالتالي هو لازم بس يكون مركز. بس البدايه كابتن انا شايفها بدايه كويسه يعني، بتبتدي يعني مع تنزانيا يعني احنا بقى البدايات بتاعتها كانت وحشه قوي، دايما كنا بنخسر في الماتش الاولاني، بيقعد تعمل عليه حسابات وتقعد ترجع. دي الدفعه بقى اللي بنقول عليها، دي الدفعه اللي بنقول عليها. فبرضه تنزانيا يعني في المتناول ان شاء الله يعني. دايما يا كابتن حازم